التربية والتعليم تقرر تقسيط مصروفات المدارس التجريبية على 3 أقساط. وفيما يخص العام الدراسي الجديد، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تقسيط مصروفات المدارس التجريبية الرسمية والرسمية المتميزة للغات والمقررة بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 ونشرة المصروفات الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري. وطبقاً للقرار تحصل الأقساط على 3 مرات، الأولى في أكتوبر المقبل بواقع 50%، والقسط الثاني في يناير بنسبة 30%، والقسط الثالث والأخير في شهر مارس بنسبة 20%. صدر القرار في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد واستكمالاً للجهود التي تنفذها الوزارة في سبيل تقديم خدمة تعليمية متميزة وتماشياً مع سياسة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.